من عمان مشاهدينا ينضم إلينا نصر عبد الرزاق فروان الباحث السياسي. سيد نصر مرحبا بك. أهلا بكم، تحياتي لكم. نعم، يعني كيف تقرؤون الفشل الذي يلاحق المفاوضات التي تتم بين الفصائل والروس سيد نصر؟ نعم، لقد حدث أو تم 4 جولات من التفاوض وكانت فاشلة، ولكن الغريب أن اليوم الجانب الروسي هو من طلب جديدة من المفاوضات، وأعتقد أن هذه الجولة ستتم خلال إما الساعات القادمة أو في صباح الغد. طيب يعني هل هذا الطلب، ولكن الذي ثبت كما قلنا سابقا ان هناك تقاطع كان بين اطراف المخطط الذي يطوق سوريا، ما حدث هو بتوافق دولي، والان الخوف على المدنيين الذين طبعا لجأوا الى الشريط الحدودي، سواء الشريط الحدودي مع الجولان المحتل او الشريط الحدودي مع الاردن، لان هؤلاء قانون الحمايه الدوليه لا يشملهم. هم طبعا نازحون ما زالوا ضمن حدود الدوله، يخضعون لقوانين الحمايه الوطنيه، وكما نعلم بان قوانين الحمايه الوطنيه هنا اكيد راح تكون معدومه، لانهم اصلا تشردوا بسبب الدوله، يعني الدوله هي من شردتهم. الان خوف وحاله ذعر بين اللاجئين على حياتهم، لانهم يدركون تماما ان النظام وحشي وقاسي جدا، ولن يتوانى عن ضربهم وقصفهم، واليوم بالذات تم قصفهم على الحدود السوريه الاردنيه. نعم. طيب سيد نصر، انت قلت بان هذه المفاوضات التي تمت يعني او التي ستجرى بعد ساعات او غدا صباحا يعني، والذي كان بطلب روسي، يعني هل هذا الطلب جاء على او يبدو ان هناك شيء جديد يعني تحاول روسيا ادخاله في المفاوضات، ام انه ستكون هناك تنازلات منها؟ طبعا حسب حديث الدكتور خالد محاميد للعربيه، وهو كما تعلمون على تواصل دائم مع الروس ويعتبر رجل روسيا في المعارضه السوريه، قال بالحرف الواحد ان روسيا تنازلت عن عدد من البنود التي كانت قد فرضتها سابقا. يعني هل لديك علم بما هي البنود؟ أن روسيا لأنها مطلب واحد، ممكن أن تتنازل عن كثير من البنود مقابل مطلب واحد، وهو تجريد المعارضة من الأسلحة، من سلاحها، سواء الثقيل والمتوسط وحتى الخفيف، لأن هناك مخطط وراء ذلك. العملية كلها تمت بتوافق روسي إسرائيلي، وإسرائيل تريد منطقة الجنوب خالية من أي مظاهر مسلحة كما قلت في مرة سابقة. إذا روس حاليا الذي سيحدث بعد تجريد المعارضة من أسلحة، من المتوقع أن تطرح مسألة الجنوب منطقة آمنة، منطقة آمنة أي خالية من قوات النظام والقوات الداعمة لها ومن قوات المعارضة. طب ماذا سيحل بقوات المعارضة كما قلت، يعني بدأ تجريدها من السلاح الثقيل؟ نعم، قوات المعارضة الآن هناك طرحان، الطرح الأول أن ينضم قسم منهم إلى ما يسمى بالفيلق الخامس. نعم، بالفيلق الخامس الروسي، وقسم منهم ربما يختار أن يرحل إلى إدلب. ولكن هذا الخيار كان خارج ذلك بأنهم سيد نصر يعني ترحيل قوات المعارضة إلى إدلب، ولكن أعتقد في هذه الجولة ستوافق على ترحيلهم إلى إدلب لمن يرغب ولمن يشاء. نعم، ولكن هذا الطرح أو هذا البند كان غير موافق عليه روسيا بإخراج عدم الراغبين أو الرافضين لهذا الاتفاق. نعم، كان أعتقد روسيا كانت ترفض بشدة. نعم، خروجهم، ولكن اعتقد في هذه الجوله ستوافق. هناك تنازلات من قبل الجانب الروسي. اذا هذه المره لن تلاحق هذه المفاوضات على خروجهم الى ادلب. اذا هذه المفاوضات التي ستتم يعني يبدو يمكن القول بانها لن تفشل. المفاوضه حكما لن تفشل ضمن الظروف والمعطيات الحاليه، لن تفشل، اصبح هناك مصلحه متبادله، سواء
من جانب المعارضة أو من جانب النظام القوى الجانب الروسي. إذن المعارضة يعني توافق على حاليا في التفاوض وفي الوصول إلى حل. إذن المعارضة ستوافق على يعني تسليم أسلحتها الثقيلة بذلك، وستتم المفاوضات بإخراجهم أو من يبقون هناك. طبعا الوضع الميداني يحتم عليهم أن يقبلوا بالتفاوض. نعم. طيب ما رأيك بإن قلنا وتحدثنا عن الأردن وما تطالبه أو تحاول يعني تمكينه أو يعني فعله في الجنوب وهو الحل السياسي هناك، ولكن في نفس الوقت لا تدخل ولا تساعد المدنيين الواقفين على حدودها هناك، يعني كيف يمكن يعني فهم ذلك، فهم هذا النقطتين يعني التي تتم من قبل الأردن؟ هذه المعلومة غير صحيحة. أنا في الأردن وعلى مقربة من الحدود وشاهدت بأم عيني المساعدات التي يقدمها الأردن للنازحين على الحدود. طيب. قدموا المشفى ميداني مجهز بكافة التجهيزات وعدد كبير. طيب والمسيرات التي يخرجونها نقلت المواد الغذائية والمواد الطبية، وأنا شخصيا أقدر موقف الأردن بعدم السماح للنازحين بالدخول إلى أراضيها. الأردن لا يريد إفراغ الجنوب أو محافظة درعا من قاطنها كما حدث في المناطق الأخرى. نعم. طيب هل الأردن ستصل إلى ما تريده في الجنوب، أي حل سياسي؟ طبعا الأردن منذ البداية وهي منذ بداية الأزمة في سوريا تطالب بحل الأزمة السورية حلا سلميا، هذا موقف مبدئي للأردن وما زال الأردن متمسك به إلى الآن. طبعا وهناك كل دول العالم أو كل الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية يؤكدون على أن الحل في سوريا حل سياسي وليس حل عسكري. نعم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من عمان نصر عبد الرزاق فروان باحث سياسي.